اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي يكرم فريق الطايره صاحب الارقام القياسيه، وكعاده النادي الاهلي كل من يبذل مجهود وكل من يحاول ان يعلي دائما اسم النادي الاهلي بيتم تكريمه وفورا الحقيقه. فقرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تكريم الفريق الاول للكره الطائره الذي حقق العديد من الانجازات سواء على الصعيد المحلي او القاري، ومرشحا بارقامه القياسيه للدخول في موسوعه جينيس. ياتي هذا في اطار دعم مجلس الاداره للفرق الرياضيه بالنادي وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع انطلاقه الموسم الجديد. وكان مجلس اداره النادي الاهلي قد قام بتكريم الفريق الاول لكره اليد بعد الفوز ببطوله كاس مصر والبطوله الافريقيه للانديه ابطال الكؤوس، وكذلك الفريق الاول لكره السله بعد الفوز مؤخرا بالبطوله العربيه للانديه للمره الاولى. اهو ده الخبر اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم مثلا من شويه. كابتن امير توفيق بيقول موسيماني مستمر مع الأهلي ولم يطلب زيادة في راتبه. عقد أمير توفيق جلسة مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقال أنه تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بموسم 2021-2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني. كما أن بيتسو موسيماني لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدراته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة. أيضا عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن. على الجانب الآخر، إعلامي جنوب إفريقي: أنباء رحيل موسيماني عن الأهلي غير صحيحة. يعني برضو في إطار الكلام وفي إطار الحملة اللي كانت معمولة خلال الأيام السابقة، بما أن البعض كان بيتخذ إعلام جنوب إفريقيا سواء من الإعلام المقروء أو المسموع ان هو حاجه حقيقيه وشيء حقيقي ويمكن الاستعانه به، فبالتالي اعلامي جنوب افريقي بيقول: اكد الاعلامي الجنوب افريقي ايمانويل جودوين ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي الافضل حاليا في افريقيا، وكل ما يقال عن رحيله عن النادي الاهلي غير صحيح. قال ايضا ايمانويل جودوين ان انباء رحيل موسيماني عن الاهلي غير صحيحه، موضحا أن بعض التقارير الصحفية في جنوب أفريقيا قد تخالف الواقع أحيانا. وده الكلام اللي أنا دايما بتكلم فيه مع حضراتكم، أن هناك بعض الأمور اللي بتحصل لمجرد هز الاستقرار. من الممكن أن يكون حدث بعض المفاوضات ما بين موسيماني وما بين النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، ولكن يعني المفاوضات دي بتحصل ما بين مين؟ ما بين كابتن خطيب وموسيماني، ما بين موسيماني وما بين امير توفيق، ما بين موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ. يعني مفاوضات رايحه جايه، انا عايز كذا، لا انا هديك كذا، انت هتاخد كذا. المفاوضات دايما بتبقى رايحه جايه، ده لو كانت حصلت. ولكن ان لدرجه ان الثلاث اربع ايام اللي فاتوا الواحد شك في نفسه. شك. لكن عموما كابتن امير توفيق قال خلاص ان موسيماني مستمر مع النادي الاهلي ولم يطلب زياده في راتبه. وزي ما قلت لحضراتكم هنعرف تفاصيل كل هذا الموضوع ان شاء الله الاسبوع القادم من المصدر نفسه. كابتن سيد عبد الحفيظ رئيسا لبعثه الاهلي في النيجر، قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تكليف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره برئاسه بعثه الفريق الاول لكره القدم المتجهه الى النيجر. حكم غاني يدير ضربة البداية الإفريقية للنادي الأهلي أمام الحرس الوطني. الاتحاد الإفريقي الكاف أعلن عن تعيين الحكم الغاني دانيال لاريا لإدارة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الحرس الوطني في ذهاب دور الاثنين وثلاثين. الحكم أدار هذا الحكم لقاء ذهاب نفس الدور في النسخة الماضية في النيجر عندما واجه النادي الأهلي فريق سونديب بطل النيجر وعلى نفس الملعب. كسبنا الحمد لله 1-0، ان شاء الله فقل خير. يعني تبدا بالحكم وتبدا بالفرقه اللي خدت فيها العشره اعتقد، او يعني فرقه من النيجر ايضا، فاعتقد ان ده شيء جيد جدا للنادي الاهلي.
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم وانتظام الدوليين قبل مواجهة الحرس. خلاص الحرس الوطني طبعا. النهاردة الحقيقة كان تمرين النادي الأهلي، رجع كل الدوليين خلاص زي ما حضراتكم شايفين. علي معلول رجع، ومن بعد مواجهة المنتخب مواجهات المنتخب التونسي، وأيضا عمرو السولية، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا تمارين استشفائية، لأن هم لعبوا في هذا التوقف بالنسبة للاعبين المحليين اللي ما كانوش لم ينضموا للمنتخب، لعبوا هم مباراتين سواء مع منتخب تونس بالنسبة لعلي معلول أو عمرو السولية مع منتخبنا الوطني. علي لطفي اللي عليه دور كبير إن شاء الله خلال الفترة القادمة، هو ومصطفى شوبير وبقية حراس المرمى اللي موجودين، إن شاء الله الشناوي يرجع لنا بأسرع وقت ممكن. يانكم بيقود تدريبات متنوعة لحراس المرمى، وإن شاء الله طبعا ده كله في استعدادا للذهاب دور الـ 32 أمام الحرس الوطني. بدر بنون بيصل القاهرة مساء اليوم. إن شاء الله كابتن بدر بنون يصل إلى القاهرة ويصبح متاح مع الفريق خلال الفترة القادمة. الشناوي بيحصل على حقنة بلازما. قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بدأ برنامجا علاجيا بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم. وأوضح أن الشناوي حصل على حقنة بلازما اليوم، ومن المقرر أن يخضع للراحة غدا الخميس على أن يبدأ بعد ذلك مرحلة العلاج الطبيعي. الشناوي أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي بعد وصول بعثة المنتخب إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة التراوح ما بين 4 و5 أسابيع. قمة الأهلي والزمالك 4 أو 5 نوفمبر في الدوري باستاد القاهرة أو الدفاع. ده يعني خلاص هنبقى نلعب في استاد القاهرة أو في الدفاع الجوي.